بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأهلي. النهاردة معنا كلام مهم، كلام عن ندوات النادي الأهلي، كلام عن آخر أخبار النادي الأهلي واستعداداته لماتش الترجي، وأيضا معنا إطلالة عالمية. كل دوت هيكون معنا في حلقة النهاردة. هبتدي مع حضراتكم بردود أفعال ما حدث في ندوات النادي الأهلي في الثلاث أفرع، سواء في فرع الشيخ زايد وفرع مدينة نصر وفرع النادي الأهلي بالجزيرة. صراحة شفنا حاجات جميلة جدا. أولا شفنا حضور مكثف من أعضاء الجمعية العمومية، شفنا التناقش وشفنا الديمقراطية وشفنا الرقي في طريقة الحوار، شفنا أن أنت لو عندك استفسار بتطلع تتكلم بمنتهى الأريحية، ما فيش أي ضغوط عليك وبيتم الرد عليك بمنتهى الشياكة وبمنتهى اللباقة، وهو ده اللي كان مطلوب في هذه الفترة. النادي الأهلي عامل لائحة خاصة بيحاطط فيها بعض البنود، حاطط فيها بعض الضوابط، حاطط فيها بعض النقاط اللي تعبر النادي الأهلي إلى المستقبل. كان من الداعي ان يكون هناك ندوات ما بين مجلس اداره نادي الاهلي وما بين اعضاء الجمعيه العموميه، عشان اللي ما يعرفش جيدا او ما قراش اللائحه او عنده اي تحفظات عن ما جاء داخل اللائحه يكون هناك استفسار، يكون هناك يطلع ويقول رايه ان مثلا هذا البند في اللائحه مش مناسب، ويكون في حوار، والحوار دائما بيؤتي الى النتيجه الايجابيه. ان لما بيكون في تعدد في الاراء ممكن يبقى في رؤيه جديده. مجلس اداره النادي الاهلي ما خدش الموضوع منفردا وفرضه كامر واقع، بل بالعكس بيناقشوا مع اعضاء جمعياته العموميه، لانه في الاول وفي الاخر لائحه النادي الاهلي بتخص الاهلي واعضاء جمعياته العموميه. فلو ما فرضش الموضوع كما تم فرضه من قبل اللجنه الاولمبيه اللي بتفرض على الانديه بدون الاسترشاد الى الانديه الكبيره الى رايها، إلى رأي الجمعية العمومية اللي بداخلها. قد يكون هناك تناقض في بعض البنود، ولكن جاءت اللائحة الإلزامية فرضا على بعض الأندية، وفي الندوات تم مناقشة هذه اللائحة ولائحة النادي الأهلي، وفي ثلاث ندوات تم رفض تام من الحضور اللي حضر هذه الندوات من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، تم رفض اللائحة الاسترشادية شكلا وموضوعا. خلينا نروح نشوف جزء من ندوة مدينة نصر ونرجع ونكمل كلام. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير. أول حاجة بس بأكد عليها إن إحنا أهم حاجة عندنا مصلحة النادي، مش مصلحة حد أو أشخاص معينين. بس أنا عندي استفسار في الموضوع بتاع الانتخاب، التصويت على اللائحة في اليومين. دلوقتي الدنيا كلها ضد الموضوع ده، كويس؟ وحتى أنا كنت متابع الأستاذ رجائي عطية كان قال إن إحنا ممكن نلاقي حل وسط، بدل ما تبقى على يومين ممكن تبقى يوم، لو ينفع مثلا تبقى نفس اليوم بس تبقى في مدينة نصر وفي الجزيرة، على أساس إن إحنا ما ندخلش النادي في نفق مظلم. يعني حضرتك قلت لو اللائحة الاسترشادية بتاعت الوزارة هي اللي اعتمدت هنخش في متاهات. طيب لو هم النهاردة جم واستغلوا الضغط اللي موجود اللي بيحصل من بره، وإحنا إن شاء الله هنبقى قده، بس لو استغلوا الضغط واللائحه الاسترشاديه هي اللي اعتمدت، ايه اللي هيحصل؟ لا معناه ايه استغلوا الضغط؟ يعني حضرتك اللي هيقولوا الاجراءات بتاعتنا مخالفه، مفيش المفروض تبقى على يوم واحنا عملناها على يومين. مفيش حاجه قانونا بتقول هذا الكلام يا طيب. جماعه بس انا عايز اوضح، بس قبل حضرتك ترد طيب. هو لما حصل اتسالت، ويمكن دي انا قريتها ومش متاكد برضه من صحه المعلومه، لما سالت اللجنه الاولمبيه هل ده ينفع او في القانون، قالت ده شان داخلي. هل معنى الشأن الداخلي دوت اللي هو اللجنة الأولمبية المصرية؟ طب ما هي اللجنة الأولمبية المصرية ضد لا أصلا. لا شأن داخلي يعني النادي الأهلي. طب ما تحددتش والله، يعني على قد ما هو مفيش حاجة محددة، إنما إحنا كل اللي يهمنا موقفنا إحنا إيه؟ إحنا موقفنا قانونا سليم 100%. الأستاذ رجائي عطية بصفته عضو في النادي فهو أبدى رأيه في هذا الموضوع. يعني أنا مش عايز طبعا أجادل الأستاذ رجائي عطية في حاجة قانونية، إنما ما ينفعش يتعمل تصويت في يوم واحد في مقرين، ما ينفعش، لان انا ممكن اجي اصوت هنا في مدينه نصر واروح اصوت في الجزيره وتبطل الجمعيه العموميه بهذا السبب، وحد يعمل كده متعمد عشان يبطلها. انما انا بصوت هنا في مدينه نصر بقفل الصناديق باشراف قضائي، والصناديق بتتشمع وبتتاخد تحت الاشراف القضائي، بتخزن وبيتشمع المخزن اللي هو فيها، وبيجوا القضاه تاني يوم الصبح
بيفتحوا المخازن دي وبيطلعوا الصناديق يفتحوها وتستكمل عملية التصويت. لو حصل أي حاجة غير كده تبطل الجمعية العمومية، هيبقى عندهم أسانيد تبطلها. إحنا بنتكلم قانونا، ما أقدرش أعمل الاثنين في يوم واحد، لأن وأنا متأكد إن ده اللي هيحصل، هيجي واحد مخصوص عشان يبطل الجمعية ويقول أنا رحت صوتت هنا وأنا رحت صوتت هنا. ولما هيبقى في يومين هيبقى في إشراف هنا في مدينة مصر؟ إشراف هنا وإشراف هنا طبعًا، قال يومين تحت الإشراف القضائي الكامل. تحت اللجنة الأولمبية وتحت الوزارة. ما فيش لجنة أولمبية، اللجنة الأولمبية ليس لها علاقة، اللجنة الأولمبية تبعت مندوب يتفرج أهلًا بيه وسهلًا، إنما الإشراف إشراف قضائي وكل الإجراءات. يعني أنا بس عايز أطمن السادة الأعضاء أن كل الإجراءات اللي إحنا واخدينها قانونًا. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا استفسار احد الاعضاء عن اقامه الجمعيه العموميه على يومين، وهل هناك حل ان احنا نعملها على يوم واحد. ده كان في الندوه اللي كانت في مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، وتم الرد عليه بان من الممكن ان يتم الطلب، حد يكون متعمد انه يروح يصوت في نفس المكانين في نفس اليوم، في سواء في مدينه نصر سواء في الجزيره، ويحط صوته هنا يحط صوته هنا ويسجل اسمه هنا ويسجل اسمه هنا، وبعد كده تلاقي تاني يوم في محضر بيتعمل بهذا الشكل وان الجمعيه العموميه باطله، وده الكلام ده بيحصل كتير. فالردود سريعه، الردود واضحه، الردود مقنعه ومنطقيه، وهو ده الفارق ما بين لائحه النادي الاهلي ان فيها منطقيه وبعض اللوائح الاخرى ما هياش منطقيه، بعيد عن المنطق. يعني ما ينفعش ان انا اكون في اللجنه الاولمبيه لو انا عندي مشكله ما بيني وما بينها اروح برضو للجنه التحكيم التابعه للجنه الاولمبيه، يبقى هو في نفس الوقت خصم وحكم، صعب جدا ومش منطقيه. فهو ده الفوارق ما بين اللوائح، الانديه اللي بتسترشد بشكل كويس بتطلع ببنود منطقيه، بتسال الخبراء خبراء اللوائح وكذا راي عشان اجمع في الاخر الراي الامثل والاصوب في هذه المرحله، وما بين حد تاني يا دوبك بيطلع يدي لوائح وخلاص. عندنا برضو جزء من ندوه المهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مع اعضاء نادي الاهلي بالجزيره، نطلع ونشوف ونرجع ونكمل كلام. اللجنه الاولمبيه دعت لعقد اجتماع لمناقشه اللائحه الاسترشاديه، صح؟ الاجتماع قالت فيه اجتماع خاص الجمعيه العموميه، ليه لا جمعيه عموميه عاديه ولا لا جمعيه عموميه غير عاديه؟ مظبوط. اذا الرد على انها تتعمل في يومين انها ده اجتماع خاص اعمله في وقت ما انا عايز، وبالطريقه اللي تتناسب مع حجم الاعضاء ومع عدد الفروع. عشان كده نقول موقفنا، عشان كده ده الرد بتاعنا في الموضوع ان هو ازاي. الحمد لله بالزبط. سليم براي جميع الفقهاء والخبراء اللوائح وفقهاء القانون، احنا موقفنا قانوني سليم، هذا اجتماعا خاصا لم يفوض والنص عليه فيه اللجنه الاولمبيه لوضع نظامه زبط. انما فوض مجالس الادارات لوضع نظامه واحنا وضعنا نظامنا. لو في حد عنده سند قانوني بيقول لي ما تعملش كده مش هعمل كده. سند قانوني يحدد هل هي على يوم واحد ولا هي على يومين حتى الان لا يوجد. ده كلام واضح ورد واضح من مجلس اداره النادي الاهلي على اي استفسار لاي عضو من الجمعيه العموميه. ايضا عندنا نفس الشيء بالنسبه لفرع النادي الاهلي بالشيخ زايد اللي اقيمت فيه برضه ندوه ما بين مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه، نطلع نشوف ونرجع كمان ونكمل كلام. دايما جمله كده بيقول لك المشرع منزه عن العبث وعن الهوى. يعني ايه؟ يعني ما يذكره المشرع في القانون فهو يعنيه. اذا المشرع لما قال اجتماع، ومعلش يعني اسمح لي اقول الكلمه دي، اجتماع خاص، لم يذكر كلمه جمعيه عموميه على الاطلاق. فين كلمه جمعيه عموميه؟ هل هي جمعيه عموميه ولا هو اجتماع خاص؟ اذا القانون قال اجتماع خاص. ليه قال اجتماع خاص؟ اولا لان هو حدث وحيد او فريد ولن يكرر، دي اول حاجه. تاني حاجه المشرع يعني ما يقول تماما، فهو خرج بهذا الاجتماع خارج كافه قواعد الاجتماعات الجمعيه العموميه. لو كان اراد ان يقول جمعيه عموميه فكان ممكن يقول جمعيه عموميه غير عاديه،
كان ممكن يقول جمعية طارئة. الاثنين دول، انما هو قال اجتماع خاص. في حاجة جميلة جدا بصراحة، ان اعضاء الجمعية العمومية وهم بيحضروا الندوة شايفين الدوري والكاس، وده كان مدي انطباعات جميلة، انطباعات فخر، انطباعات سعادة، في ابتسامة وانت بتتكلم وشايف النادي الاهلي او النادي اللي انت بتحبه وبتشجعه وبتدعمه وصل لايه. بيوري لك كشف الحساب وانت داخل ندوة للجمعية العمومية مع مجلس الادارة، انت شايف كشف الحساب، انت ماشي في الطريق صح ولا ماشي في طريق مش صح. عندنا تصريح من السيد كامل زاهر امين صندوق مجلس ادارة النادي الاهلي، قال ان ثقتنا كبيرة جدا في اعضاء النادي الاهلي لاعتماد اللائحة الخاصة، اكد ان المجلس الحالي لم يحسم موقفه من الترشح للانتخابات، مشددا ان المجلس يركز حاليا في الجمعية العمومية من اجل اعتماد لائحته الاساسية. واشار زاهر الى ان المجلس الحالي يتمسك بقوة بحق الجمعية العمومية بلائحة خاصة لإدارة النادي، وأوضح أن اللائحة الاسترشادية التي أقرتها اللجنة الأولمبية تمنح الحق لغير المصري في الترشح لانتخابات الأندية، والأهلي يرفض أن يحكموا أجنبيا مهما كانت الظروف لأنه نادي الوطنية من الأساس. وأكد زاهر أن النادي الأهلي أنشئ لمبدأ وطني يقف من خلاله المصريون أمام الإنجليز، فلا يمكن أن يأتي مواطن من أي جنسية غير مصرية يحكم النادي. وشدد أنه واثق من أن أعضاء النادي بات لديهم وعي كبير للمشاركة في الجمعية العمومية يومي 25 و26 لإقرار حقهم في إدارة ناديهم. وقال زاهر أن حضور 12500 عضو في الجمعية الخاصة في يوم واحد سيكون صعبا، ونريد التسهيل على الأعضاء ولا نصعب عليهم، ومن ثم إقرار إقامة الجمعية على يومين، خاصة أنها لا تخالف أي قوانين. وشدد على أن لائحة الأهلي الخاصة تشير إلى حضور 4000 عضو لمناقشة اللائحة في حال تغييرها، وهذا أمر يسهل على أعضاء النادي، والدليل على فشل هذا الأمر هو أن 90% من الأندية التي أجرت جمعيتها العمومية فشلت في اعتماد لائحتها الخاصة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وأكد زاهر أن عدد 12500 رقم تعجيزي من أجل فرض اللائحة على النادي، وهذا لن نقبله. حتة الغير المصري نقطة مهمة جداً، لأن للأندية بعض المبادئ أو بعض الأفكار اللي تم إنشائها. النادي الأهلي تم يعني إعطاءه لقب الأهلي نسبة لتضافر الأهالي وتوحيد الأهالي في مصر، والكل يتذكر أن بداية طلبة الثانوية اللي كانت في هذا الوقت لما اتحدوا وعملوا فريق يواجه الانجليز بيلعبهم في كره القدم، يعني هؤلاء الشباب اللي حاولوا ان هم يواجهوا الاحتلال باي شكل ولقوا ان شكل الرياضه هو الانسب في هذا الوقت، على الرغم ان كان في مظاهرات وكان في عمليات فدائيه وكان في كلام كتير جدا مهم جدا في هذا الشان، ولكن هم شافوا ان الرياضه وجه من الاوجه اللي انا اقدر اواجه فيه احتلال، وان انا اقدر ان انا يكون ليا دور وطني. فما ينفعش بعد كل هذا التاريخ الحافل وارجع بعد كده الاقي حد عنده ازدواجيه في الجنسيه بيحكم النادي الاهلي. نفس الشيء شرف الخدمه العسكريه، لما يكون عندي عسكري وبيروح سينا وبيروح مطروح السلوم وبيروح حلايب عشان يحمي الحدود وبيواجه من المخاطر ومن الصعوبات، الحياه العسكريه حياه صعبه جدا، وفي الاخر هو بيرجع بيمارس حياته الطبيعيه، فلما الاقي حد ما عملش الكلام ده كله وتنصل منه وبعد كده وصل لمركز قيادي ايه؟ النادي الاهلي اكبر نادي في مصر والوطن العربي وفي افريقيا. شاء من شاء وابى من ابى، يعني في ناس برضو مش بالنسبه لها ان كلمه النادي الاهلي نادي القرن دي مش مقتنعه بيها لاسباب بقى هم حرين فيها. ولكن لما انا اكون واحد من مكان هذا يعني العسكري هذا الجندي، وطب هقول طب انا ايه اللي انا عملته ده؟ يعني كان فايدته ايه؟ طب ما اشمعنى؟ فانت كده ما سويتش التوازن المجتمعي، كده انت فضلت وميزت حد كان قاعد في بيتهم ولا قاعد مسافر بيستمتع بحياته بواحد فرض عليه ان هو يؤدي شرف انه يخدم هذا الوطن. فده من الامور اللي النادي الاهلي في هذا الوقت شايف انه من اهم البنود اللي كان تم وضعها في اللائحه الخاصه،
حتى تكون تتناسب مع التوازن المجتمعي اللي موجود داخل النادي الأهلي، في سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الأخلاقية، للنادي الأهلي في الأول وفي الآخر بيحكمه المبادئ وبتحكمه القوانين. نخش على خبر آخر، وهو رئيس أهلي الخليل يهدي النادي الأهلي كأس فلسطين. لواء شيرين الشمس مدير تنفيذي النادي الأهلي استقبل ظهر الأحد بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الأستاذ حيان بدر رئيس نادي أهلي الخليل الفلسطيني على رأس وفد من النادي، حضر لتهنئة النادي الأهلي بعد فوزه بكأس مصر تحقيق الثنائية المحلية بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز في وقت سابق. وقام حيان بإهداء النادي الأهلي كأس بطولة فلسطين التي توج بها فريقه أهلي الخليل على حساب شباب الخليل بكرات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية. وأشار حيان أن العلاقات القوية التي تربط أهلي الخليل بشقيقه الأكبر الأهلي المصري ودعم مسؤولية المستمر للنادي الخليل والرياضة الفلسطينية بشكل عام، مؤكدا أن شعبية النادي الأهلي في فلسطين لا تقل عن شعبيته في مصر. وأوضح رئيس نادي الأهلي الخليل أنه عرض على النادي الأهلي إقامة مباراة ودية بين فريق الكرة بالناليين، وعدوا اللواء شيرين شمس بدراسة الأمر وعرضه على قطاع الكرة والجهاز الفني لدراسة العرض وفقا لارتباطات الفريق. الموضوع ده برضو مهم جدا، انك هتلاقي النادي الأهلي في ليبيا، هتلاقي أهلي طرابلس، هتلاقي أهلي بلغازي، يعني في اثنين أهلي في ليبيا، عندك الأهلي السعودي، وعندك أيضا الأهلي الإماراتي، وعندك الأهلي الفلسطيني، وعندك أهلي في البحث. كل أكتر الوطن العربي خدوا من النادي الأهلي الاسم وبرزوه عندهم، هو ده الشعبية وهي ده القيمة، قيمة النادي الأهلي. لما نيجي نتحدث، كنت لسه بقول من خبرين، مش أي حاجة اسمها النادي الأهلي نادي القرن، ده لا يأتي من فراغ. فأنت مش هتلاقي اسم نادي تاني موجود في دولة تانية غير النادي الأهلي، وده بيبين لك القيمة والمستوى ومؤشر البطولات والإنجازات والمبادئ والقيم. حط كل دول في معدل تطلع لك بفضل الله النادي الأهلي، عشان كده هتلاقي اسم النادي الأهلي موجود في كل الأقطار العربية، وكل دول طبعا أشقاء ولهم كل الدعم ولهم كل الاحترام والتقدير، وإن شاء الله يكون في تعاون أكبر. والنادي الأهلي لعب فيه لعيبة فلسطينيين كتار، مروان كنفاني، وعندك الحارس رمزي صالح، وغيرهم من النجوم اللي مثلوا النادي الأهلي في العديد من البطولات، وكانوا لهم دور في النادي الأهلي أنه يحرز بطولات وإنجازات. ودايما الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الشأن المصري ده على المستوى العام. نخش على ان فريق الكوره بقى واستعدادات النادي الاهلي ومباراه الترجي والكلام المهم، لان دي الخطوه اللي جايه ما شاء الله. النادي الاهلي دوري وكاس وداخل على بطوله دوري ابطال افريقيا. الكابتن حسام البدري بيكلف جهاز المعاون بتقرير كامل ووافي عن الترجي التونسي. كلف طبعا الكابتن حسام البدري الجهاز المعاون بامداد التقرير عن فريق الترجي قبل مواجهه الفريقين في ذهاب دور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا، والمقرر اقامتها يوم 16 سبتمبر المقبل على ملعب برج العرب، ويعود لاعبو الاهلي من الاجازه يوم 23 اغسطس لاستئناف استعداد المواجهه للترجي المرتقبه. واقول لحضراتكم مره ثانيه، النادي الاهلي خد دوري وكاس هذا الموسم، ودي الخطوه الاخرى في البطولات. طبعا دي لقاء من اللقاءات السابقه الاهلي والترجي، ودي ترقيصه جميله من عبد الله السعيد، كان زمايلي في الاعداد بيبلغوني، ده من اخر لقاءات الاهلي والترجي في دوري ابطال افريقيا، ودي هدف لعبد الله السعيد جميل. الترجي اختلف، دي حاجه من الحاجات اللي لازم نتكلم فيها. نادي الترجي اختلف، المدير الفني البنزرتي من المدير الفنيين الاكفاء اللي دايما هتلاقي عارف ازاي ينظم فريق. فريق الترجي التونسي من الفرق المنظمه تكتيكيا، بيعرفوا ازاي يقفوا، بيجيدوا استخدام المرتدات، بقى عندهم بعض العناصر الكويسه. فبقت فرقه اختلفت عن فريق الترجي اللي النادي الاهلي تفوق عليه في فترات كتير جدا، وده من الحاجات اللي بتفرق النادي الاهلي عن اي نادي تاني، هو موضوع السكاوتنج. يعني ايه السكاوتنج؟ هو ما فعله الكابتن حسام البدري في هذا الخبر، انه يكلف الجهاز بعمل تقرير يبتدي يذاكر الخصم، يبتدي يذاكر المنافس بشكل كبير جدا، بشكل دقيق جدا، نقاط القوه، نقاط الضعف، اسلوب اللعب وطريقه اللعب، هما بيلعبوا انهي نوع من انواع الكوره، والكلام ده ما يفهموش الا المديرين الفنيين والناس اللي فاهمين كوره قوي.
النادي ده بيلعب أي نوع من أنواع الكورة؟ هل هو كورته هجومية بتستخدم الاستحواذ؟ هل بيلعب حاجة ودي بيتقال عليها البوسيشن؟ هل بيلعب حاجة اسمها دايركت فوتبول؟ دايركت فوتبول يعني بيروح للمرمى بأقل عدد من التمريرات عشان يروح. هل بيلعب كويك كاونتر يعني بيأمن دفاعاته بشكل كويس وبيلعب على المرتدات؟ هو ده النوع اللي النادي الأهلي دلوقتي بيعمل له سكاوتنج عشان يشوف طريقة أداء الترجي هي إزاي، النقاط اللي هو هيركز عليها، وفي نفس الوقت النادي الأهلي من الأندية اللي بتفرض طريقة أدائها على مجريات الأمور، لأن الماتش دوت هو ماتشين شوطين، شوط في القاهرة وشوط في تونس. فالنادي الأهلي بإذن الله بيبتدي استعداداته بشكل كبير جدا. نادي الترجي اختلف، ولكن النادي الأهلي أيضا مختلف، لأنه يملك من القائمة وعمق القائمة ومن الصفقات ومن الإدارة الفنية الواعية اللي على قد المستوى. النادي الأهلي ما شاء الله بقيادة الكابتن حسام البدري فاز بدوري أبطال أفريقيا على الترجي في الترجي من قبل بهدفين مقابل هدف لو تفتكروا، محمد ناجي جد ووليد سليمان، وكان من أهم وأفضل اللقاءات للنادي الأهلي عبر تاريخه في دوري أبطال أفريقيا. خبر الآخر، نروح من النادي الأهلي للأندية اللي بتطلب مد القيم لقيد القائمة الأولى مدة 72 ساعة ومجلس إدارة اتحاد الكرة بيرفض. كابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كشف أن الجبلية تلقت طلبات من بعض الأندية لمد فترة القيد بالقائمة الأولى لتنتهي يوم 25 أغسطس بدلا من الثلاثاء 22، مشددا أن هذا الطلب مرفوض تماما. اتحاد الكرة برئاسة كابتن هادي أبو ريدة قرر مد فترة تقديم الأندية للقائمة الأولى للاعبيها في عملية القيد الموسم الجديد حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 أغسطس بدل من غلق باب القيد يوم الخميس الماضي. ده آخر أخبارنا مع اتحاد الكرة، ونطلع منه للمتعة وللجمال وللكرة العالمية والدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي ابتدى ده تاني موسم، تاني أسبوع في هذا الموسم، موسم اللي من بدايته مثير، من بدايته فيه نتائج جميلة، في نتائج فيها سكور عالي، فيها حاجات شفنا فيها محمد صلاح وشفنا فيها لعيبة مصريين حجازي وأيضا رمضان صبحي. ده مانشستر سيتي بيواصل تقدمه في هذا الموسم، ابتدى الاسبوع الاول امام وستهام باربع اهداف مقابل لا شيء، وفي اللقاء الثاني كان امام سوانزي سيتي وايضا باربع اهداف مقابل لا شيء. كان ابتدى الدبابه البلجيكيه روميلو لوكاكو التهديف، ثم احرز بول بوجبا المتالق هذا الموسم بشده، وثاني ماتش على التوالي يبتدي يحرز اهداف، ثم احرز اللاعب مارتيال البديل هدف ولا اجمل في هذا اللقاء، وبيختتم طبعا مانشستر يونايتد الرباعيه اللي ادت مورينيو ثقه كبيره جدا، على الرغم من ان مورينيو كثير التصريحات على المنافسين، يعني دايما بيحط اللوم على مانشستر سيتي ان هم الاكثر فرص وحظوظا على الفوز بالدوري الانجليزي، وهو ده طريقه مورينيو. لكن مورينيو في هذا الموسم الخطوط اقرب، طريقه اللعب احلى، إيريك بيلي هو كمان كان أحرز هدف في لقاء سوانزي عشان رباعية مانشستر يونايتد تصعد دي في الصدارة. ليستر سيتي فاز على برايتون بهدفين مقابل لا شيء، وليفربول 1-0 أمام كريستال بالاس. هذا اللقاء لقاء ليفربول، الأهداف اللي قدام حضراتكم، ده اللقاء الأسبوع الأول أمام وستهام، ولوكاكو كان أحرز هدفين من بداية كده، يعني ثلاث أهداف ما شاء الله. لوكاكو دبابة البلجيكية، وهو من خريج اندرلخت، وثم ذهب الى تشيلسي، ثم رحل من تشيلسي الى ايفرتون، ومن ايفرتون الى مانشستر يونايتد. ليفربول في هذا اللقاء كان متعادل، ولم يبدا يورجن كلوب في بمحمد صلاح، وحتى الجمهور في مصر ابتدى يهاجم بقى كلوب نزل صلاح والجو دوت، ويبدو ان الجمهور كلامه كان صحيح، لانه منذ نزول محمد صلاح الى الملعب والدنيا اختلفت. ليفربول بقى اداؤه اسرع، بقى أكثر فرصا على المرمى، وأحرز هدف في هذا اللقاء، وانتهى اللقاء بفوز ليفربول بهدف مقابل لا شيء. وكان محمد صلاح من أهم العوامل اللي أدت لفوز كريستال بالاس في هذا اللقاء. ويست بروميتش ألبيوم أيضا فاز بهدف مقابل لا شيء أمام بيرنلي، وحجازي يستمر في مسلسل أنه ياخد أفضل لاعب في المباراة، ما شاء الله خطوة بعد خطوة. حجازي بيثبت أقدامه في الدوري الإنجليزي، الأسبوع الأول كان أحرز هدف، ويمكن حتى الناس اللي اختارت حجازي في الفانتزي، لعبة الفانتزي للبريمير ليج، خدوا منه نقاط كتير، وده حاجة من الحاجات اللي تبشرك
ان اللعيبه المصريين حتى ابتدوا يبقى براند في الالعاب اللي بتقام على الدوري الانجليزي. ستوك سيتي يفوز وتفوق على الارسنال بهدف مقابل لا شيء، وهذا اللقاء نزل فيه رمضان صبحي بديل واحرز النجم الاسباني خيسيه المنتقل من باريس سان جيرمان هدف الفوز في فريقه. واخر حاجه كان سقط الارسنال بهدف مقابل لا شيء في لقاء لم يشارك فيه محمد النني. ده كان ابرز محاور الدوري الانجليزي ومحترفينا المصريين. نروح للدوري الاسباني لليغا دي اسبانيا، وبرشلونه يعود من احزان الكلاسيكو ويتفوق بثنائيه على عبر ريال بيتس. هذا اللقاء اللي شاهده ملعب الكاب ناو في برشلونه، ده الهدف الثاني اللي احرزه، ده الهدف الاول عفوا اللي احرزه دوليفو في لقاء برشلونه. برشلونه بدا هذا اللقاء دوليفو في الامام، ليونيل ميسي وباكو الكثير، لم يشارك اللاعب سواريز لاصابته. الكل اليوم يتحاور، هل سيكمل ميسي هذا الموسم مع برشلونه؟ هل تستمر تحكم رؤوس الاموال عن طريق رجال الاعمال اللي دخلوا العرب اللي دخلوا في الكره العالميه؟ كلنا شفنا ما حدث في صفقه نيمار، وكلنا شايفين ما يحدث في السيتي، ولكن السيتي مع الشيخ محمد مختلف الى حد ما. مانشستر السيتي ما عندوش مشاكل في موضوع الفاينانشال فير بلاي او مصادر رؤوس امواله، ما عندوش مشاكل تماما. مصادر امواله باينه سواء من بث الدوري الانجليزي، عوامل البث فيه عاليه جدا عكس كل الانديه الاخرى. ايضا موارد الاستثمار في التسويق وفي الترويج وفي المعلنين و و و الى اخره. فمانشستر سيتي على الرغم من انه هذا الموسم عمل ميركاتو في اكثر من 300 مليون يورو او 200 مليون يورو 225 على ما اعتقد، ما عليهوش اي مشاكل في ناحيه الفاينانشال فير بلاي، ولم يتلقى اي انذارات من الاتحاد الاوروبي. على الرغم من باريس سان جيرمان، صفقه نيمار خلت في شكوك، لان ايه مصادر باريس سان جيرمان اللي ما باعش حد عشان يكون عنده هذا المصدر من الدخل؟ يعني حتى السيتي باع اللاعب ويلفريد بوني وخد فيه فلوس، باع العديد من النجوم منهم زاباليتا اللي شارك في لقاء وستهام اللي كنت حضراتكم بتشوفوه امام مانشستر يونايتد، ففي نجوم اتباعت وكان في مقابل. لكن بي اس جي ما شاهدناش ان في مقابل مادي، حتى تمسك بفيراتي، تمسك بدي ماريا، تمسك بكافاني، زلاتان ابراهيموفيتش الموسم الماضي مشي فريفا، ما فيش مقابل يخليك تشوف ان في مصادر لباريس سان جيرمان. عموما نرجع تاني لبرشلونه. ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونه خد ثقه، هو بنفسه خد ثقه في هذا اللقاء. لعيبه برشلونه خدت ثقه في نجوم شاركوا لاول مره، سانيدو الظهير الايمن الجديد. التوليفه الجديده لبرشلونه تحتاج الى الوقت، ولكن برشلونه بصدد التعاقد مع صفقات من العرار الثقيل غير باولينيو. باولينيو خلاص سيشارك مع برشلونه في اللقاءات القادمه، ولم يتم طبعا تقديمه بسبب الحادث الاليم اللي وقع في برشلونه، ولكن لسه في كلام عن ديمبلي، لسه في كلام عن كوتينيو، في كلام عن دي ماريا ممكن يكون موجود مع فريق برشلونه في الفتره القادمه. ايضا الريال سجل هدفين مقابل لا شيء امام فريق ديبورتيفو، والريال هو المرشح الابرز للفوز بالدوري الاسباني هذا الموسم، وبيمشي بخطوه بخطوه جيده جدا مع زيدان. نروح لتريزيجيه في الدوري التركي، وجماهير قاسم باشا بتختار تريزيجيه افضل لاعب امام بشكتاش. فريق طبعا اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه تاخد او اختير كافضل لاعب في مباراه بشكتاش اللي اقيمت يوم الجمعه في منافسات الجوله الثانيه من الدوري التركي. تريزيجيه انقذ فريقه من الخساره بعد احرازه هدف تعادل في الوقت صعب، دقيقه 78 من المباراه، عشان تنتهي المباراه 2-2 وتريزيجيه يبقى احرز هدفين في لقائين. صراحه لعيب مجتهد جدا، لعيب عنده مهاره عاليه جدا. ده هدف تريزيجيه من تسديده من خارج منطقه الجزاء، عنده اربع مراوغات، عنده دقه تمرين تصل الى 90%. دي ارقام بتبرز لك دور تريزيجيه في الملعب، الارقام دايما ما بتكذبش، فبيبين لك دور تريزيجيه مع فريق قاسم باشا. الصراحه خطوه بعد خطوه مؤشر تريزيجيه في يعني في تصاعد، نتمنى ان شاء الله انه يكون بعد اعارته من فريق قاسم باشا انه ينتقل الى احد اكبر الانديه سواء في اسبانيا او في انجلترا زيه زي باقي اللعيبه المحترفين. ده كان اخر خبر معايا النهارده، حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.